واخيرا حل جميع مشاكل كود على الاكس بوكس. اذا كنت عم تلعب وارزون، فانغارد وحتى مودرن ويرفير، خليك معنا تعرف كيف. يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم أونست من قناة أونست أرت. أكيد نحن هلأ بدي حل مشكلة الإكس بوكس، مشكلة البلاي ستيشن 4. حليناها وعطينا كتير إشياء لحتى تقدر تقطع هذه المرحلة من الجليتش أو تكبك برا أو القفل أو حيلا مشكلة بكود وبعد اللعبة فيها مشاكل. هلأ بنتقل على الإكس بوكس. الإكس بوكس حل نهائي. لما أقول نهائي يعني نهائي، يعني إذا عندك إكس بوكس أنت بالمقطع المزبوط. بدنا نحل هالمشكلة إن شاء الله. بتمنى منك لايك للمقطع والاشتراك وتفعيل الجرس لحتى كل شيء يوصل لك. أوكي، مثل ما بنعرف نحن الإكس بوكس آخر فترة كنت فيك تلعب أونلاين. قبل كان بدك تشرج، صح ولا مزبوط؟ بدك تشرج حتى تلعب أونلاين وورزون ولا حتى فورتنايت وهالجيمات. الاكس بوكس خلت تقريبا من شي 5-6 اشهر صار فيك تلعب اونلاين مجانية، يعني مش بحاجة لحتى تشرج. في عندك كان من زمان كارت الجولد، هلا ما بقى عندك، فيك تلعب اونلاين دغري اذا عندك الاكس بوكس. طيب هلا ليش اللي عم تعطيك ايرور وما عم بتدخلك نهائيا على لعبة الكود؟ اذا كان عندك مودرن وورفير ولا وورزون فانغارد حيلا جيم. ليش؟ هي عبارة بس عن سيرفرات. سيرفرات الاكس بوكس كتير عليها ضغط، ما عم تتحمل. فاذا بدنا نحل هيدي المشكلة تاعيتك بدك تشرج الاكس بوكس الجولد. كيف البلاي ستيشن عندهم بي اس بلس، بتشرج الاكس بوكس جولد الكارت لحتى تقدر تلعب بالشهر تقريبا يمكن شي 10 دولار بيطلع لك جيم كمان تاني مجانية. هيدا الكارت بيحولك دغري لسيرفرات الاكس بوكس غير السيرفرات اللي كنت تلعبها انت المجانية. فاذا نصيحة مني لكم 100% حتشتغل معكم اللي عنده الاكس بوكس القديمة ولا حتى جديدة. اذا كود ما عم فيكم تلعبوها او حتى وارزون، وخصوصا وارزون، لازم تشرج الكارت الجول تاع الاكس بوكس. هيدي يعني جربناها نحنا كتير وطلعنا بهيدي النتيجة عن سيرفرات الجولد الاكس بوكس غير سيرفرات الاشياء الفري المجانية. هيدا كان نحن مقطعنا لليوم على الاكس بوكس. ان شاء الله مننزل بعض مقاطع تانية عن حل مشاكل تانية. اي شيء بتعتزوه، اي شيء بدكم تسألوا عنه، عن حيلا جيم او عن حيلا شغلة بقلب البلاي ستيشن، بقلب الاكس بوكس، بقلب البي سي، انا بشرح عن جميع الجيمات وخصوصا كود. بتمنى منكم اللايك والاشتراك بالقناة واكيد تفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد. وشو ما بتعوزوا اكتبولي بالتعليقات. يعطيكم الف عافية.